كل التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي، مبروك بالتاكيد فوز مهم جدا النهارده. مباراه كانت مهمه ولها تحضيرات خاصه، لكن الحقيقه لابد من الاشاده الكبيره جدا الحقيقه بوسام ابو علي، الصفقه الجديده والوفد الجديد، والحقيقه بيقدم اداء اكثر من رائع، علاقه مميزه جدا بلعيبه النادي الاهلي. كل الامور دي هنتكلم مع وسام ابو علي. مبروك، اداء اكثر من رائع، بتجتهد بشكل كبير جدا في التدريبات، يمكن احنا بنتابع التدريبات عن كثب، كمان يمكن لعيبه النادي الاهلي كان ليها دور كبير جدا معاك خلال الفتره اللي فاتت. قول لي النهارده هدفين بيمثلوا لك ايه، النهارده المباراه بتمثلك؟ انا اهم شيء اول شيء انه كسبنا الماتش، ده اهم شيء لي كلاعب كره طول حياتي، انا بحب اكسب، فاهم شيء جبنا اجوال كتير، ده مهم لنا. يعني انا هدفت، هدف كريم، هدف رضا، ده شيء كويس انه كل الهجوم بيجيب اجوال، وده شيء منيح لنا احنا. اذا بدي احكي بنفسي شوي كتير، يعني الحمد لله مبسوط وفرحان كتير اني جبت الجولين. انا كنت زعلان كتير اني اتصابت بعد باسبوعين، بس كل شيء الواحد بيقول باذن الله وان شاء الله، واجتنا الفرصه اليوم والحمد لله هدفت، وعم بلعب مع لعيبه كويسه وقدام الجمهور، ويعني احساس جميل كتير، ويعني مبسوط كتير لإلي ولأهلي ولعالم فلسطين، يعني شيء كبير إلي اليوم، يعني من أكبر أيام بحياتي أنا. يمكن ثقة كبيرة جدا بين مستر كولر وبين وسام، وكمان يمكن الجهاز الفني بيثق فيك بشكل كبير، الكواليس دي مهمة جدا والتحضير النفسي بيكون مهم جدا يا وسام، يعني مستر كولر بيتكلم معاك إزاي في هذا الأمر؟ النهاردة أنت ظهرت بشكل أكثر من رائع، ويعتبر أول مباراة في بطولة الدوري. أنا لما جيت رحنا المعسكر على الإمارات وعم بتدرب مع اللعيبة، وهو الراجل بشوفني بالتمرينات وبشوف الشغلات اللي بعملها أنا، إذا عجبه بلعب، إذا ما عجبه بتدرب أحسن وبلعب، فده أهم شيء عندي أنا إنه كل يوم بالتمرينات أرجع حالي من أحسن وسام، وأنا بعرف شو بقدر أعمل، وإن شاء الله الجمهور كمان بيشوفه إنه أنا هداف، مش بس هداف، بضغط وبجري للنادي الاهلي، عشان انا كراس حرب كمان اول دفاعي، وده اهم شيء لي، انا هيك بضلني بقلب الماتش انه بجري وبضغط للفريق، اهون اللعب على دفاعنا احنا. كل ده ما بتتكلمش عربي كويس؟ الحمد لله كويس، احسن واحسن. يسلم. مبروك اكيد لوسام، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله القادم افضل، عندنا مزيد من المباريات، لكن ان شاء الله باذن الله على عهد والوعد كما عهدونا لاعبي النادي الاهلي.